جاهز. طيب كويس. ها هتغدونا ايه النهارده؟ عاملين ملوخيه بالفته. سيبك من الملوخيه والفته، اهم حاجه الشوربه بتاعه الملوخيه ايه يا ماما؟ شوربه فراخ طبعا. فراخ فراخ فراخ. وانتوا يا جماعه ما سمعتوش عن اللحمه؟ هي اللحمه ايه اتشالت من القاموس بتاع البيت؟ انت كبرت على اللحمه يا عادل. ايه كبرت على اللحمه؟ كنت برضه على لحمه ودلوقتي ما عاد في طامي يعني ولا ايه؟ لا يا بيبي ما تزعلش نفسك، سناء قصدها ان اكل اللحمه اللي في سنك ممكن يعمل له نسبه عليا للكوليسترول وتضخم في الامعاء مما يؤدي الى ثقب في الجيوب الانفيه الذي يؤدي بالتبعيه الى خرم في ميزانيه البيت والدخل القومي للاسره. بصي انت مش فاهمه خالص يا رانيا، انت فاكره ان الجيوب الانفيه هي اللي احنا بنحط فيها الفلوس؟ دي حاجه تانية خالص يا ماما. يا رانيا ما تصرحيه بالحقيقه، يا ابي عادل مصروف البيت ما يكفيش ابدا ان احنا نجيب لحمه. ده كيلو اللحمه ب60 جنيه. ايه ايه ب60 جنيه؟ ما انتوا الغلطانين، انتوا برضو ما بتروحوا للجزارين بتبقى عليكوا هتطلع على اللحمه الحمراء. يا بيبي ثبت علميا ان اللحمه البيضاء افضل بكتير من اللحمه الحمراء. اللحمه البيضاء ام خطين حمر، واضح ان بقالك ميول زملكاويه. برضو ما فيش الا الفراخ. كل يوم فراخ فراخ فراخ. ده انا خلاص يا جماعه قربت ابيض. البت ياسمين قربت على منقار يا عين. بتارك منقار. منقار قد كده كمان، برضو ما فيش الا الفراخ. ها هتعمل ايه بيبي؟ عايز لحمه حمراء؟ اتفضل حضرتك روح اشتريها من عند الجزار. اشتريها وشوفوا بقى انا هشتريها بكام. قال 60 جنيه. قال السلام عليكم. وعليكم السلام يا استاذ. اديني سندوتش شاورما لو سمحت. معلش مفيش غير شاورما فراخ. هي برضه الفراخ ورانا في البيت وانا كمان. ايه ده يا ميزو؟ هو مفيش شاورما لحمه ولا ايه؟ يا استاذ دول اللحمه غاليه، دلوقتي شغالين على الفراخ بس. ده احنا بقينا خلاص شغالين على الفراخ بس يا استاذ. ياد ما لسه قايلها يالا. ومفيش همبرجر ولا ايه؟ الهربرجر بقى، هربرجر فراخ. هربرجر؟ انت بتبيعه من زمان على اساس انه هربرجر؟ طب واكيد طبعا بقى الكفته بقت كفته فراخ. واي حاجه بقت فراخ. ده حتى الهوت دوج بقى فراخ. وفي كمان الهوت دوج بقى فراخ. يا ده هتتجنن، يا هتتجنن كده. طب ما انتوا لازم تتصرفوا، ما عملتوش حاجه ليه يعني؟ ما احنا نعمل ايه يعني يا استاذ؟ انا بقى هتصرف. ما دام انتوا مش عارفين تجيبوا حته لحمه كويسه، انا هجيب ارخص حته لحمه موجوده في السوق. جزاره المعلم كتكوت، جزاره وكتكوت الاسم مش مريح. السلام عليكم. ازيك يا معلم؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت سعر اللحمه كام؟ 60 قرش. 60 قرش؟ هي دي جمعيه تعاونيه؟ مؤاخذه احنا هنا جزاره محترمه. ايوه بس 60 قرش ده سعر كيلو اللحمه ايام ما كان الخروف بيلبس طربوش لسه. طربوش يا استاذ؟ انت شكلك كده ما اشتريتش لحمه من سنين. 60 قرش للجرام. الجرام؟ هي اللحمه دلوقتي بتتباع بالجرام يعني؟ طب وعلى كده بقى بالمصنعيه ولا من غير مصنعيه؟ لا ده حسب يعني، اذا كان 24 ولا 21 ولا 18. الله الله، هو الخروف دلوقتي بيقدم شبكه ولا ايه؟ الشبكه ايه؟ هو ده يعني حسب سن الخروف او العجل. 24 شهر، 12 شهر، طب كده يعني. ونضيف عليهم بقى سعر التشفيه والتقطيع. ايه بس كده حضرتك يعني لو سعر الجرام 60 قرش يعني في 1000 جرام يعني 60 جنيه كيلو؟ لو سمحت يا معلم، كيلو لحمه بتلو. ايدك على 60 جنيه. اتفضل. فيهم 200 جرام دهن اجباري، اديله يا ابني. ايه حكايه الدهن الاجباري ده يعني؟ انا اعرف ان اللحمه عاديه يعني، لكن اجباري هي امتحان يعني؟ هيمتحنها ولا هياكلها يعني؟ يا استاذ بص، سعر اللحمه ارتفع كل يوم في الطالع. ده على حسب بورصه زريبه نيويورك طبعا. الشاشه دي عليها اسعار اللحمه في كل زرايب العالم، في باريس وفي لندن وفي باكين اللي موجوده في الصين. اللي في الصين. بص على غفله اهو، اللحمه رخصت في الصين. اطلع لعلمك تلاقيهم بيضربوا اللحمه. اصل اللحمه هناك رخيصه قوي. ممكن والله تلاقيهم بيجيبوا مثلا فرد الكاوتش ويضربوا عليها ختم يقول لك ميدن شبين مثلا. مش بعيد يعملوها. بس بيني وبينك ارخص لحمه تاكلها في اليابان. اليابان اشمعنى يعني؟ دي هناك ناس بتفهم في التكنولوجيا. ويعملوا ايه بالتكنولوجيا؟ هيزرعوا اللحمه يعني؟ مش بعيد اخويا، ممكن تنام بالليل تقوم الصبح تلاقيهم زارعينها. والله انت بتقول فيها، ممكن يعملوا اي حاجه جماعه اليابانيين دول. مش بعيد يجيبوا راس خروف مع راس كرومبا ويهجنوهم مع بعض ويطلعوا لنا لحمه مسلوقه. جدع انت قلبت دماغي وكلت مخي، انا راجل جزار ما بفهمش غير في اللحمه. خلص بقى وقت من الاخر، ده حتى سعر مواسير العظم في الصومال رخصت. طب هما يعملوا ايه بالمواسير في الصومال؟ ده ما عندهمش ميه اصلا. يا راجل انت وجعت دماغي. الله، انا راجل ماليش دعوه، راجل جزار افهم في الجزاره وبس. بص اهي اللحمه زادت في البدرشين كده، كيلو اللحمه يعمله 70 جنيه. ايه
70 جنيه. ممكن ارجع الكيلو خدته ب60 جنيه واقف على الساعه؟ معاك فاتوره؟ معايا وعليها ختم العجل. ماشي. خد يا ابني حط دي عندك. وادي 60 جنيه بتوعك. وعليهم كمان 10 جنيه من عندنا امسك. مبروك عليك. وانت بقى عمال ترغيلي من الصبح؟ اهو سعر اللحمه زاد. لو كنت شريت لك كيلو كان زمانك عملت لك فرق 10 جنيه وانت واقف. 10 جنيه؟ اه بس لا مؤاخذه يعني هنخصم منهم جنيه قيمه تشفيه وتقطيع. ماشي. لو سمحت. انا عايز 740 جرام كندوز. ماشي عينيا الاثنين اديله يا ابني. تعال يا استاذ ادينا يا معلم 520 جرام لحمه من عينيا. اديله يا ابني واعمل حساب الدهن. روح له. اتفضل يا استاذ. طيب يا معلم ما دام الحكايه كده بقى يا ريت توزن لي 150 جرام وتوصى ويا ريت تلفهم لي لفه هديه.